حكاية إيه بالظبط يا باشا؟ محفوظ زلطة. حالي كل يوم والتاني كده تطلعوه في برنامج تنزلوا عنه تقرير إيه؟ وتعملوه بطل؟ هو يحيى بيه كلمك عنه؟ مش أنا أجيب لك من الآخر، أنا اللي جايبك من نفسي، ولا حد هيكلمني ولا أنا هكلم حد وأنا اللي متحمل مسؤولية كاملة، فجيبني من الآخر، عايز أفهم، حابب أفهم القصة إيه؟ تفهم إيه يا باشا؟ واحد وعامل زيطة ودوشة في البلد، وأنت سيدي عارفين الإعلام بيحب الزيطة والدوشة أوي، ومع ذلك لو في تعليمات إنه ما يظهرش ولا حاجة، إحنا في الخدمة يا فندم. لا مفيش تعليمات ولا حاجة، حرية الإعلام مكفولة بحق القانون والدستور، يعني سايبينكم تعملوا اللي انتوا عايزينه مش كده ولا ايه؟ بس أنا عايز أفهم، عايز أفهم انتوا بتخدموا عليه لصالح مين؟ باشا قسما بالله لا 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 تقسمش، الموضوع مش محتاج حلفان على فكرة. اسمع، انت راجل كبير وقد ابويا وشبهه، بس اكيد انا اشيك منه. ما علينا ما علينا، لو في حاجه تخص محفوظ زلطه انا احب اعرفها، واحب اعرفها انا الاول قبل اي حد تاني، مفهوم يا دكتور؟ مفهوم. استاذنك في كوباية مية ساعة لو سمحت. عشان انت شبه والدي بس. كوباية مية يا ابني بسرعة. ايوه يا سيلفيا، عايزاكي تحضري لي بوكيه ورد شيك جدا. فين؟ باب الخلق. دكتور هاني، انا عايز محفوظ عندنا في المحطه باي شكل وباي تمن. بس كده الراجل ده ممكن يضرب في العالي ويبيع ويشتري فينا. بقول لك يا دكتور، عايز محفوظ في البرنامج بأي طريقة، مش احنا اللي نشهره وغيرنا يستفيد بيه على الجاهز. صحصح معايا يا دكتور. هو في الحقيقة كلام سعادتك كلام عين العقل، وبيحصل فعلا مش ما بيحصلش، كلام موزون وبيتاقل بالألماس، بس أنا عندي إحساس غريب، إحساس إن ممكن الأمن يشك فينا ويقول ان احنا عندنا علاقات خارجيه، اذا كانت هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. سيب موضوع الامن ده عليا انا. شوف شغلك انت يا دكتور، ولا تحب اتدخل انا بنفسي؟ لا 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 تتدخل سعادتك. ايه، انا ياما حليت مشاكل القناه هنا، هذه اول مشكله تقابلني، دي حاجه كده تعدي. عن اذنك فورا رايح له. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز. مبروك يا خال، مبروك مبروك عليكم وعلينا، مبروك يا خال. صدق الله العظيم. إيه؟ مبروك علي يا حسن. على الفيديو اللي مالي الموبايلات ومتشير على الفيسبوك بالزوفة. عارف يا خال، أنت نجم رغم أنفك. أنت لسه صاحب النوم ولا إيه؟ ما الفيديو ده نزل من زمان من اول رمضان وكل الناس شافته. وقللت انت عليه لغايه لما قلت يا كفا. لا ده فيديو جديد لسه طازه. فيديو جديد؟ اتفرج. فيديو تاني؟ انا بصراحه فيديو تاني يا محفوظ. انت ناوي تعمل فينا ايه اكتر من كده؟ ما تلاقيه شويه يا اخي. يعني الامريكان
مين اللي صور الفيديو ده؟ ده انا عرفت ان عمرو اديب اتكلم عنه كمان. كمان فوزيه حضري الشنطه وزودي فيها الغيارات يا فوزيه. كده كفره يعني انا مختلف معاه. مش كنا احنا اولى برضو من جارنا اللي اسمه اشرف ده؟ كنا طلعنا معاك ونلنا قصه من الشهره. ها يا ابني انا لا عايز اطلع في تلفزيونات ولا انزل في تليفونات. لعلمك بقى انا هرفع قضيه على اللي صور الفيديو ده وهطالبه بتعويض. يا سلام، وكيف ستعرفه؟ اللي صور الفيديو رماه على النت وخلع خلاص، والناس دلوقتي بتنقلوا ما بينها وما بين بعضيها. ايه ده؟ يعني ايه خلاص؟ البلد دي ما عادش فيها خصوصيه؟ خلاص بقى اي حد يصور اي حد كده سداح مداح؟ هو الواد صبحي ما فيش غيره. هو في حد يكره الشهره برضو؟ يخل يا ابني، انا لما عاوز اشتهر هشتهر. يا سلام، وكل حاجه غصب عن الواحد. كل حاجه في البلد دي بقت بالدراع، حتى الشهره. دي حاجه عجيبه. الا قول لي صحيح يا خالي، هو مين الناس اللي انت خدتهم غسيل ومكوى دول؟ ها، ربنا يتولاهم برعايته وحسن. انتظر يا من بالباب. حسن ايه؟ يا خال يا نجم، يا بتاع التلفاز انت يا نجم. حسن ايه؟ وطي صوتك يا إمع. وطي صوتك. حاضر. يا خال يا نجم، يا بتاع التلفاز. يا نجم. اهلا وسهلا يا سيدي. مساء الفل والورد والياسمين، كل سنه وانتم طيبين. انت بالصحة والسلامة يا سيدي. مازل الأستاذ محفوظ سلطة؟ اه ان شاء الله. اصل الورد ده جه علشانه. يا سلام. يا خال. ايوه يا بتاع التلفاز، انت متصيط يا نجم. معجبين بقى. حطه هنا يا سيدي. ماشي يا باشا. الله يكرمك يا راجل يا امير. الله يكرمك. الله يكرمك. مع السلامة. الله يكرمك. مع السلامة. ضايق صحيح، بس حلاوتك يا غالي. انت خارج يا محفوظ؟ ايوه.